هذا هو اللي قلق قضيه لك ما هبطش هذا ياخذ البورطاب ما يتعرفوا جوك الناس. عاسني في المال الحي صح لا بالعكس كلشي مزيان غير تحتي اللي كتخوني ام تهاني بالنبي اش تقولي للمغاربه من هذه المناظر اليوم؟ السلام عليكم. اللي غادي يمكن لي نقول هو انه انا جد فخوره وجد فرحانه بهذه الالتفاته ديال هاد الناس وبهذا الانضمام وبهذا الاعتناء بهذا الملف من بعد ما بعد ما طالوا الغموض والتماطل والتستر الى اخره زعما الحمد لله هذا من فضل ربي. كنشكر كنشكر جميع من دار البصمه ديالو في وبين صوته وعطى صوته لهذه القضيه هذه. الحمد لله المنابر الاعلاميه كلها تجندت جنود مكثفه باش تطلع الحقيقه ديال تهامي وهذا نصر من الله. كل شيء ولا كيعرف حياته. ايوا تمنيت نعم تمنيت نتعرف نعم سيدي تمنيت نتعرف بشي حاجه مزيانه ولكن ما شاء الله ماشي مشكل حتى هذا خير حتى هذا خير حتى هذا خير. جديد الملف استاذ جديد ولدي الملف انه تاجل حتى النهار 23 في شهر 2 ان شاء الله. واش كتحسوا بانه كاين بشائر ديال الخير ولا باقي الغموض كاين في هذا الملف؟ ديما ولدي انا متامله خير عند الله عمر ربي ما كيخيب عبده دائما متأمل خير وكون ما كنتش عايشة على الأمل كاع ما نوصل لهنا. كنتحبط ولكن كنعاود نفيق كنتحبط وكنعاود نفيق. شنو الإحساس ديالكم وقضية ديال الإبن ديالك المختفي أنه مثلا مدة كاملة ولات قضية ديال رأي عام وقضية المغاربة خارج أرض الوطن شنو رأي الإحساس مسألة تتلجو الصدر تتلجو الصدر ما كيمكن نقولوا إلا أنها كتبرد عليا وكتقول لي حياة ما يكون الخير وكنشكرهم بزاف بزاف بزاف. يعني حسيتي بان التهامي ولد المغاربه ولد الشعب لان مواطن وليدي طبيعي ما هو ما عنده لا انتماء سياسي ولا انتماء اي نوع يعني طفل ومراهق بحاله بحال الشباب فعل به ما فعل وغادي تبان الحقيقه ان شاء الله. 15 سنه 15 سنه ماشي سهله 15 سنه ولا يوم ولا يوم ما كيزوليش انا عايش معايا ولدي تصورته في بسطامي ما عايش معايا ما يمكن ليش انا اللي ما دفنتوش بيدي ولا ما عرفتش حقيقته ولا ما شفتوش مدفون ولا ما شفتوش عايش ولا ما نكونش. اش كتقولي في بعض الخراجات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتحدث بانه الابن ديالك المختفي نتمناو المهم كيقولوا بانه كيبقى مختفي اسيدي كيقولوا بانه مدمن مخدرات شنو اش كترد على الناس؟ نعم 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 الرد ديالي على هذه القضيه ديال المخدرات هذه اولا بعد ملي كيكون الحمق تيهضر تيكون متصنت عقل. اول بادره هو انه ملي لو لوندومان طلقت اشاعه ديال اوفر دوز يعني مفتعله يعني راه نعيشوا في الخضم ديال المخدرات تشتيت الملف اجي سكتوا هاد الوالدين منو غادي نخافوا من المخدرات منو غنخافوا من صحاب المخدرات منو غنخافوا من الناس اللي كيستعملوا او كيتاجروا في المخدرات حيت المخدرات عندنا بحال ان طابو زعما راه وايا تكس الناس المخدرات لا انا ما نسكتش انا عطيني غير ولدي اللي بغى يدير المخدرات الله يعاونه ماشي سوقي انا عطوني ولدي ولا قلتي ولي انه دار المخدرات عطوني ما يفيد وما يثبت. شحال مرة أستاذة مشيتي للطب الشرعي باش تعيني شحال من جثة؟ حنا حضرنا معك شحال من جثة؟ كيفاش كان الشعور ديالك؟ في الحقيقة جثة واحدة اللي عينتها من بعد ما تصور كاينين شي تصاور وراو هذوك التصاور ديال الجثث اللي عينتها اللي زعما اللي دلات بها الفرقة الوطنية شي جوج أو ثلاثة الجثث وحدة صحيحة وحدة مقطعة وحدة ما عرفناش لما نعطيو راسنا واش الجثة اللي مقطعة ولا الجثة اللي صحيحة ولا الجثة اللي عريانة ولا هذيك اللي لابسة الحوايج ديال ولدنا زعما حوايجنا حيت تريكونا وصباطنا وتقشرنا وصروالنا إسف غير السمطة ديالنا مي واش هو هذاك أو ماشي هو هذاك اشنو كيديروا داك الحوايج في داك الشخص وشنو كيدير داك الشخص في الحوايج ديالنا كاع الا كانوا ديالنا. هذا الضجر الاعلامي جاكم شي تهديدات جاكم شي المهم شي واحد كيعيط لي انا عيط لي بالمرحومه ما عاودش اتصل عيط لي المرحومه المهم قلت له المهم الله يرحمنا كاملين انا ما كنخافش موتة وحدة كاينة كون كانوا جوج غير جوج نقول في الظل الثانية اللي بلاتي على دابا كاينة وحدة انا معاها. سلا زينب الشق القانوني
السلام عليكم استاذ زين خيار محبيب الدار البيضاء. من اليوم انا احنا منتصرين كنقولوا وظهر الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. الحمد لله بان العالم كله كيقولوا كلنا تهمي بالناني، كلنا ام تهمي بالناني، كلنا غنتناضوا غنتآزروا معكم باش نلقاو المشكل، نحلوا المشكل ديال تهمي بناني. تهمي بناني من 2007 والوالده ديالو كتقلب عليه ملي مشى مع صحابه واحد عيد ميلاد ديال واحد الفتاه اللي كانت صديقه ديالهم، وبناء على ديك الهضره ديال الفتاه بان بقى من 2007 حتى 2019 بناء كانت تحفظ ميف، بناء على الاقوال ديال هذيك الصديقه ديالهم اللي هي كانت زميله ديالو صديقه ديالو حميميه اللي حلفات لمو في القران كتقول لها تهامي مات ولا احرقوه ولا حوه راه اصدقاء ديالو فلان وفلان وفلان. كانت عيد ميلاد ديك الساعه، يعني حنا ملي هما بقاو ملي تخرج ميت من الحفظ تحال على قاضي التحقيق، كانوا في حاله صراح بقى قاضي التحقيق دار الخبره. كنشكره من هذا المنبر لانه دار لنا خرج الفرقه الوطنيه ودار الخبره على الهواتف ديال هذوك الدراري المعتقلين. ملي ديك الخبره 2019 تشدوا في الجلسه ديال قاضي التحقيق، ملي بقى 3 سنين هو في التحقيق عاد دوزوا للجلسه. ملي دوزوا للجلسه حنا من ذاك التاريخ وحنا تأخيرات اللي في الاخر كنا كنطالبوا بالخبره على الهواتف جميع اللي سطرنا لهم، ماشي غير الهواتف ديال الدراري اللي هما مشدودين لان الاباء ديالهم وكل من له علاقه بهذاك الملف ديال تهامي بناني. لاننا خاصنا ضروري حنا كنا كنركزوا على الهواتف، فاذا بالقاضي مشكورا كان على الاقل خرج لنا دارنا خبره جينيه من اللي هما ما استدعوناش، داروا خروقات خطيره قانونيه استدعوناش نهائيا الخبره، مشينا فجأة لقينا كل شيء موجود، يعني كانوا غادي يديروا كانوا غيقولوا لنا هذا تهامي اوفر دوز، ولكن الحمد لله ملي شفنا وعاينا وهضرنا مع الصحافه وشفنا الرأي العام ما يمكن حتى شي واحد وتيقن في الدرك الملكي كنا تيقن فيه 100% بأنه غيقول لنا ماشي هو، لأننا حنا عاينا الجثة شفنا ما شفنا قلبنا الجثة بأن ديكونجي هزت المعظم ديالو خرجنا في بلاصة. كان معنا الصحافة ديك الساعة بحدا الرحمة هضرنا بأن كاين واحد العافية شاعلة وشفنا ما شفنا داونا ديريكت واحد القبر اللي هو تقال هزو جوج من اللي هزو جوج يعني ان جوج تاع حديثه العهد مشتعلين على لامورك في لامورك شفنا عايننا ما يمكنش شي واحد يقول لنا هذا الثاني بناني لاننا عايننا جوج تاع حديثه العهد ما كتعداش 8 شهور 10 شهور لان حنا ماشي بولاداء ماشي ضروري نكونوا اطباء اخصائيين باش نعرفوا هذه الوفاه امتى ولا لان 2009 خاص يكون عضومه. من تما ملي جات خبره تنشكروا الدرك الملكي لانه كان نزيه اعطى الخبر ماشي غير قال راه هذا ماشي اوفر دوز ولا ميت ولا مكتوب، قال لك هذه انت لان الله سبحانه وتعالى راه ما يقدرش يظلم ما يقدرش يخفي الواقع وخا تفيو تتعياو لان ما كاينش فيك واحد فوق الله، لان الشعار ديالنا هو الله والوطن والملك. واليوم علاش هذا الغموض هذا؟ هذا الغموض لان باين فوق الملف كاين شي واحد شي غطاء كبير، لان هذاك الغطاء هو اللي خايفين يجيبوه لكن غنجيبوه لان دخل معنا كل شيء الحمد لله، العالم كله العالم كله الاوروبيين الحقيقيين المغاربه من الجاليه المغربيه عبر العالم حتى امريكا تدخلوا معنا في هذا الملف. وانت سيدنا الله ينصره من هذا المنبر كنشكروه لانه تو عطى الاوامر ديالو وكنشكروه ولي العهد نصره الله، راه هذا الملف راه غيمشي بعيد وقربنا نساليو راه ما بقى لنا والو الا ان تفاجئنا اليوم علينا السكر لان الملف كيتاخر 4 خطرات. علاش 4 خطرات من مورا التقرير ديال الخبره؟ علاش؟ علاش ما نبداوش في المناقشه؟ الجلسه ديال اليوم اش ديال اليوم اخر المره الاولى اخر قال لك ناخذ واحد الوقت تاخير، المره الثانيه جا شي زميل قال لك ما جاش حنا قال لنا الزميل انا جاي في الطريق الى زملاء خارج الدار البيضاء كنجيو حنا باش نجهزوا الميس يعني غنجيو نناقشوه، المره الثالثه كذلك اليوم الرابعه وبزاف كيبان لكم تماطل استاذ؟ ما عرفت تماطل لان خاصنا نبداو في الميس راه باقي ما بديناش. احنا طالبين كيف متابعه الاختفاء والاحتجاز جميع الناس اللي كانوا في عيد الميلاد وجميع الاباء التليفونات ديالهم نحضروا الجميع